لفيت راسنا ده؟ أنا لفيت راسك ولا اللي أنت خليتي؟ هنا أنا حايم زي الحصان بسبب الديون. أعمل لك شنو يعني؟ ما قادر أتيج لك الحاجات في البيت ده هنا، ما هيتك العاملة زي أبي. توب القصير ده كان خطيته في الراس يكشف الكرعية وكان خطيته في الكرعية يكشف الراس. يا سعاد الناس دي كلها قاعدة تتدين، لكن على حسب قدرتها. يا أخي معقول؟ أنا مرة ركبت مع بتاع ركشة كويس؟ سألني قال لي أنت المتزوج سعاد؟ ورأيي؟ ياهو قلت له ايوه وانا المتزوج سعاد. قال لي اسمع ما صرفته؟ قلت له صرفنا. قال لي عايزين حق 20 مشوار. معقول يا سعاد؟ معقول 20 مشوار؟ 20 في 5 ب 100 جنيه. في زول بيدي مواصلات يا سعاد؟ شوفي من الليله ميروق من البيت ده ما في الا معي انا. نشوفك تاني حتتديني مع انه يا سعاد قروش الصرفة مشكلتي داخلة لي في صندوق كل يوم دارين مني 20 جنيه وانا الليلة لازم اسلف لي 20 جنيه اعمل شنو؟ انا لازم اتصرف. ايوه منى فتحت الاتصالات. ايوه الو ايوه يا منى معلش بتكلم معاك سريع لانه رصيدي بسيط. قلت لك يا منى جمال طلع ودار لي 20 جنيه سلفة لانه كهربتنا صفر وبعدين الليلة التلاجة والله جبت لي فيها حاجات سمك وجداد وخضار ما داير نبوظه بس لحد ما جمال يجي. قلت شنو؟ شكرا لك شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك كتر خيرك والله كتر خيرك يا منى. لسه بتتدين؟ جيبي التليفون ده جيبيه جيبي التليفون ده من الليلة التليفون ده حيكون معاي والرصيد الحقيقي ده حرجعه لأصحابه. نشوف آخر الدين ده شنو. روح شنو يعني ما تدين؟ لو سمحتي عايزين قروش النفايات. قروش النفايات والله يا بنتي احنا ظروفنا صعبة وراجلي ذاته مرتبه كله خصومة شايلين لنا ثلاجة بالتقسيط والله العظيم. بس يا بنتي البيت ده ذاته ما في. اتفضل يا بنتي اني اكمل لك الكلام جوا ادخلي ادخلي يا بنتي ادخلي. معقولة؟ وين حرية المرأة وحقوقها؟ زوجك ده حاجة غريبة، حتى المنصرفات البسيطة دي ما بيخليها ليه؟ يا ستي ما في مشكلة. اعتبريني زي أختي، أي حاجة أنت محتاجة لها أنا في الخدمة. صدقتي والله، عشان كده دار لي 20 جنيه، صرف حق الصندوق مفترض أسدد الليلة. من قروش النفايات، اعتبريها دين.